حتما، لدي حاليا الكثير من القضايا ولقد تم سجني. كلام صادم من نائبة إيرانية وابنة رئيس إيراني سابق بشأن تمويل حزب الله. وفي التفاصيل، اتهمت النائبة السابقة في البرلمان الإيراني فائزة رفسنجاني السلطات الإيرانية بملف فساد خطر يتعلق بتمويل حزب الله والجماعات التابعة لإيران، حيث أشارت وبحسب موقع المستقبل ويب إلى أن الأموال التي استطاع اللواء قاسم سليماني أن يحصل عليها من رئيس الحكومة العراقي نور المالكي الذي عينه اللواء سليماني في العراق، والتي تصل إلى 800 مليار دولار أمريكي من الموازنة العراقية، مؤكدة أنه هناك مليار دولار يدفع سنوياً لحزب الله، مشيرة إلى أنه هناك مليار دولار ثان يدفع ثمن أسلحة للبنان واحتياطات الحزب العسكرية. وفي هذا السياق أشار الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان إلى أن هذا الأمر ليس غريباً على إيران بشكل خاص في العراق، حيث الأحزاب الموالية لإيران لديها سطوة كبيرة على الدولة وخزينتها. ما اطلعت عليها بس منه غريب يعني هذا الشيء، خصوصا بالعراق محل من الأحزاب الموالية لإيران عندها سطوة كبيرة على الدولة وعلى خزينة الدولة، وفي كلام على طول عن فساد وهدر وما سوى ذلك من الأفعال. بس الأكيد أنه في أموال حصلت من الخزينة العراقية واستعملت لتمويل الأنشطة الإيرانية بالمنطقة كلها، يعني مش بس بالعراق، كان بالمنطقة كلها. بس دقة الرقم 800 مليار هل هو أكثر أو أقل؟ أنا ما في أكد أنه ما طلعت على الوثائق، بس من حيث المبدأ هيدي الفكرة كانت ما هي موجودة، وهي حديث يعني عند السياسة العراقيين والمطلعين على الأجواء الإيرانية والنشاط الإيراني بالمنطقة. وبحسب موقع جزيرة فإن طهران قد قدمت مساهمة ثابتة لا تقل عن 100 مليون دولار سنوياً لحزب الله من نشأته، زادت خلال التسعينيات لتصل إلى 200 مليون دولار ثم إلى 300 مليون دولار منتصف العقد الماضي مدعومة بارتفاع أسعار النفط، إلا أن طهران اضطرت عام 2009 لتخفيض دعمها للحزب بمقدار 40% بفعل انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني. وبحسب موقع العهد فإن حزب الله قد أوضح مراراً أنه يتلقى تمويله من الجمهورية الإسلامية ولا يلجأ إلى المكاسب المحرمة. وكان قد أوضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في وقت سابق أن كل أموال ومصاريف الحزب وصواريخه تأتي من إيران. وقد أشار السيد إلى أنه كان يؤكد على حصول حزبه دعماً سياسياً ومعنوياً من إيران، لأنه لا يريد أحراج الإخوان في إيران، لكن خطابه تغير بعد أن صرحت القيادة الإيرانية علناً بدعمها المالي لحزب الله.